خليني اقول انه وسط اجواء احتفاليه وحضور فني وثقافي بتواجد العديد من الفرق الفنيه انطلقت فعاليات الاحتفال بمهرجان اسوان لتعامد الشمس على قدس اقداس معبد ابو سمبل للاحتفال بهذه الظاهره الفلكيه الفريده. وبتجوب الاجواء الاحتفاليه مختلف مراكز ومدن المحافظه وقصور الثقافه. ظاهره فلكيه فريده بس انت فعلا تعامد الشمس في قدس الاقداس وبقت منطقه او نقطه جذب للسياحه مهمه جدا في مصر وفي العالم كله لهذه اللحظه لتعامد الشمس على قدس الاقداس. نعرف تفاصيل اكثر مع حضراتكم مع الاستاذ يوسف محمود مدير فرع الثقافه باسوان. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. اهلا بيك يا فندم. حابين بدايه كده نعرف الاستعدادات الخاصه اللي هتتم ان شاء الله والفعاليات والانشطه اللي هتكون مصاحبه للاحتفال بتعامد الشمس على قدس الاقداس في ابو سمبل. هو احنا ابتدينا فعلا فعاليات امبارح الليل اللي هتبقى حفل الافتتاح على مسرح فوزي الصيفي. طبعا احتفاليه مهمه جدا بنحتفل بعظمه اجدادنا المصريين. بنحتفل فيها بظاهره فلكيه نادره بتدل على يعني معرفه واسعه بعلم الفلك في فتره مبكره جدا من التاريخ. احتفاليه بتضم 9 فرق للفنون الشعبيه، منهم فرقتين من اسوان اللي هم فرقه اسوان وفرقه بوشكا، وعندي 7 فرق من مختلف انحاء الجمهوريه، الانفوسي وبورسعيد والغربيه وملاوي فرقه التنوره. الفعاليه طبعا زي ما قلت احنا ابتدينا امبارح حفل افتتاح لل9 فرق على مسرح فوزي الصيفي، وكان حفل جميل جدا وساعد بيه ابناء المحافظه. الاحتفاليه بتدعم فكره ان احنا بنعرف الناس بالفولكلور التراث الشعبي، الفرق الفنون الشعبيه الجميله اللي بتقدم التراث المصري المختلف والمتنوع، وبتعمل تنشيط للسياحه برضه. يعني من اهداف المهرجان تنشيط السياحه. المهرجان طبعا ابتدى زي ما قلت امبارح حفل افتتاح، وبعد كده عندنا 3 ايام حيلف مراكز اسوان كلها، واليوم الرابع ان شاء الله باذن الله بنكون الاحتفاليه الكبيره بتكون في ابو سمبل. بنعمل حفلتين، واحدة بعد صوت والضوء في معبد أبو سمبل نفسه، وبعد كده في حفلة في السوق للأهالي أبو سمبل كلهم، وبعد كده بنختتم الفعاليات كلها بعرض مجمع قبل ظاهرة التعامد مباشرة في ساحة المعبد إن شاء الله. طيب الفرق المشاركة يا فندم في المهرجان أو الاحتفالات إيه هي؟ وخليني أقول لو في عدد من الفرق الاجنبيه، لو في فرق اجنبيه مشاركه يعني عددها قد ايه؟ لا هو الفرق الاجنبيه بتيجي في اكتوبر، بتيجي في شهر فبراير. بعتذر، الفرق الاجنبيه ايه يا فندم؟ الفرق الاجنبيه بتيجي في فبراير. في فبراير؟ الفرق في اكتوبر بتيجي الفرق كلها مصريه. انا عندي عدد بقى فرق الفرق المصريه المشاركه قد ايه؟ 9. 9 فرق. 9 فرق اللي هم من اسوان وتوشتا، دول من محافظة أسوان. وفي عندنا فرقة الأنفوشي محافظة اسكندرية، فرقة الغربية، وفرقة بورسعيد، ملاوي من المنيا. جميل. وفرقة التنورة التراثية طبعًا، وفرقة الأقصر، وفرقة الوادي الجديد. جميل. طب أستاذ يوسف، يعني حدث مهم وجميل ورائع زي هذا الحدث، إزاي بقى بيتم الترويج لأسوان كمدينة وكوجهة سياحية؟ خصوصا ان احنا خلاص على ابواب الموسم الشتوي للسياحه، حدث زي ده اكيد ممكن يكون سبب كبير في تنشيط الحركه السياحيه في اسوان. اشتغلتوا على الموضوع ده ازاي؟ طبعا هو بتعقد اجتماعات متعدده برئاسه السيد المحافظ والسيد نائب المحافظ، بتضم هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه ومختلف العاملين في مجال السياحه، يعني بالزائد الانشطه الثقافيه وبعض القيادات التنفيذيه الاخرى. بيتم الترويج للموضوع ده، ان احنا بنعمل برومو للمهرجان، بيتعرض في مصر للطيران والهيئه تنشيط السياحه بتعرضه ووزاره السياحه بتعرضه، نخاط المرشدين السياحيين. بيتم دعوه السائحين الاجنبيين لمشاهده الاحتفالات دي سواء كانت في مدينه اسوان او في مدينه ابو سمبل. كل الشكر ليك أستاذ يوسف محمود مدير فرع الثقافة بأسوان.